الله الرحمن الرحيم. مهندس حسام حلو حسن سالم اسواق المزرعيه قطاع الانتاج وزاره الزراعه. احنا دلوقتي معانا بيت السمان. بيت السمان دوت يعتبر القيمه الغذائيه بتاعته عاليه جدا ومطلوب بالنسبه للاطفال الصغيره بالذات لان في نسبه احماض امينيه وامينو اسيد وقيمه غذائيه عاليه جدا. بيساعد على النمو ويساعد على تفتيح الذهن ويساعد على الاستذكار وبيساعدهم على سد الامتحانات والمدارس وكل حاجه لان نسبه القيمه الغذائيه بتاعته عاليه جدا 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 اعلى من بيض الدجاج بحوالي اكتر من 100% او تمام يا باشمهندس. تمام. البيض بقى موجود في منافذ وزاره الزراعه؟ موجود عندنا انا باذن الله تعالى. البيض الكرتونه 25 بيضه 25 جنيه. تمام. حجم البيضة قد ايه بيضة السمان؟ هل مثلا قريبة من بيضة الفراخ ولا اصغر ولا؟ هي صغيرة جدا بالنسبة لبيضة الفراخ عاملة زي بيضة الحمام. حضرتك عارف بيضة الحمام؟ تمام. هو يمكن حضرتك لو صورته قدامك ادي البيض. تمام. البيض 25 واحدة في الكارت. تمام. تمام. بس بالنسبة للقيمة الغذائية بتاعته اعلى الواحدة اعلى من اثنين من بيضتين من بيضة الدجاج. تمام. البيضة بتاع الكرتونة بتاعت الفراخ فيها كم بيضة؟ فيها 30 والسمان فيها 25. الأسعار بقى هل متاح مثلا للمواطن ياخد أي كمية هو عايزها ولا في عدد محدد؟ أنا لو عندي هنا كميات اللي هو بيطلبه أنا بضيف، أنا ما عنديش مشكلة، لكن لو ما عنديش كميات وكمية قليلة عندي لازم أوزع على الناس كلها بالتساوي عشان مش واحد ياخد واحد ما ياخدش. تمام. في ناس بتشتكي من بيض السمان بتقول ان هو ممكن تكون الريحة بتاعته بتبقى زفرة شوية أو حاجة، هل الكلام ده صحيح؟ لا 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 مش صحيح خالص. تمام. الطريقه بتاعته بقى بتبقى ايه يعني؟ ايه هل زي البيض العادي بتسلقه تعمله اومليت تقليه تعمله عجه اللي انت عايزه بتعمله فيه زي البيض العادي بالظبط. تمام. حجم الكرتونه بيضة السمان تبقى قد ايه من حجم بيضة كرتونه الفراخ؟ يعتبر تلت حجم او اقل من التلت كمان. انت قدامك حضرتك هي لو تصورها هنا قدامك وانت عارف حضرتك كرتونه البيضه الثانيه 30 بيضه والبيضه كبيره فبتبقى دي تعتبر يمكن اقل من ربع كمان. يعني 3 كراتين بيض سمان تساوي كرتونه بيض فراخ. ممكن 4. 4 كراتين بيض سمان تساوي كرتونه بيض فراخ. تمام. تمام يا باشمهندس. بشكر حضرتك جدا. العفو. شكرا.